معرض الرياض الدولي يعتبر أكبر معرض للكتاب في الوطن العربي من ناحية الجمهور والنوعية الكتب اللي تطلب هنا. السوق السعودي للكتب سوق متنوعة، يتم يعني أكو فئة شباب يختارون الروايات البسيطة والروايات أيضا ذات العمق سواء الاجتماعي والفلسفي، ويوجد تشكيلة واسعة من القراء اللي يبحثون على الكتب الفلسفية، الدراسات الكبيرة سواء لغويا لسانيا سيميائيات بالتاريخ والاقتصاد. فيعتبر معرض الرياض وجهة لكل الناشرين العرب، وهو فرصة صعب تحصل من بعض الدور صراحة. احنا للسنة الثانية نشارك في هذا المعرض، وباختلاف الظروف طبعا تعتبر مشاركاتنا في الرياض مشاركات ناجحة. السوق السعودي سوق محبب إن لك عراقيين، لأن الجمهور السعودي دائما ما يبحث عن الناشر العراقي. الناشرين العراقيين عدد قليل، ليس بالعدد الكبير مثل بعض الدور من الأخوة المصريين أو اللبنانيين والسوريين. لذلك مشاركاتنا إحنا كعراقيين مشاركات مميزة تكون بالمعارض سواء الخليجية أو السعودية. طبعا هذا البوث بوث الدرعية، والمشاركة الأولى لهيئة تطوير بوابات الدرعية. المشاركة تهدف إلى توضيح نقطتين رئيسية. النقطة الأولى هي العمق التاريخي لدولة السعودية بداية من تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود 1727 ميلادية، وتطور الدولة من مختلف الجوانب، وخاصة التركيز فيها الأكبر على الجانب الثقافي. بدأ الاهتمام بالجانب الثقافي منذ تأسيس الدولة على يد الإمام محمد بن سعود، بأن وجه بأن يكون حي الطريف هو الحي الثقافي والمركز الثقافي، وسار أئمة الدولة من بعده على نهجه في دعم العلم ودعم العلماء وتوفير المساجد والمدارس والمساكن للعلماء وطلبة العلم، فهذا أدى إلى نهضة علمية.